فتحت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. هو خيال أبيه في الأحلام، ينقذ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل العزم والإخلاص، وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف.